بخصوص سبب المستند العراقي يعني هي البطاله هسه قاعدين يعني ماكو شغل يعني تعيين ماكو شغل يوم 9 بالشهر ماكو شغل وسببها المستورد من الحكومه سبب الحكومه كل هذا ايه وهسه اليوم رواتب ماكو هسه قاعدين عطاله بطاله الشباب العراقيه احنا يعني قاعدين عطاله بطاله كلها بسبب المستورد ايوه كلها مستعدين عوائل وهسه انا صار تعالى وانا اكبر واحد يعني وشغل ماكو بس عطاله بطاله ورواتب اليوم 9 بالشهر 10 واليوم ماكو رواتب حتى الان بسبب المستورد العراقي و... تأثيرات ميمية تأثر وايد وقفة المعامل كله وقفة المعامل هاليوم معمل فستقة يحتوي على 600 عامل وقف ما يستعد تقريبا إلا 200 عامل ومعامل وايد بس وقفت منها وكثرة العطالة وكثرة البطالة طبعا تدمير منتوج محلي طبعا يا أحسن منتوج ما جاي يمشي المحلي بينما احنا أحسن منتوج فستقة ما جاي يمشي منتوجنا بينما كنا نمشي بالأول قيمته يوميا كنا نمشي خير من الله هسه وقفوا العمال كواقف شو العمال كواقف زيادة البطالة تصير فنرجو من الحكومة العراقية أن لا تستورد المنتوج الخارجي عندنا أنت منتوج صناعي امشي به وانا احنا نشوف هاي العمال كلها يعني قاعده يعني شنو ذنب هاي الناس؟ يعني تقريبا بال 750 عامل قاعدين من وراء الحدود مال ايران، يعني استشرفوا لنا حل بهاي النتيجه، يعني ظلنا صار لي هذا الشهر الثاني قاعد، يعني شنو ذنبي انا متزوج وعندي عائله وبس انا اصرف، يعني شنو ذنبي انا؟ انا بس انا طالب ما اريد كل شيء من عندكم، بس اريد يسدون من الحدود مال الحدود ايران، خلينا يعني مال الفستق اخذتهم ما اريد منكم شيء بعد. طبعا المنتوج المحلي اول شيء موجود بغزاره بالبصره، تدرون احنا بلد زراعي وصناعي بان واحد، لكن مع الاسف اكو تدمير مدبر للصناعه العراقيه وللزراعه العراقيه ايضا، احنا جينا من البصره طبعا. اكو عندنا معامل تشتغل بالبصره، المعامل الحكوميه خو سلامتك ماكو شيء. لكن اكو معامل اهليه، المعامل الاهليه قاموا بها ابناء المنطقه ابناء البصره. فشغلوا تقريبا اكبر عدد ممكن من العمال من البطاله اللي موجوده بالبلد. زين اذا انت تستورد برخيص يعني سعر الكرتون الموطن اللي يجينا من الخارج ارخص من الموجود المحلي. فابو المحل اللي يريد يبيع اعتيادي يريد يستفيد راح يشتري الارخص فايدة بالنسبة له راح يبقى المنتوج المحلي مكدس عندنا وقفة المعامل العمال مالتها راحت صارت بطالة يعني عندنا مو قلت لك اكو شغلات مدبرة يعني لتدبير المنتج المحلي تدميره نهائيا هم هسه دعم ما انطوا الدولة ما انطت دعم للشركات الاهلية هسه الدعم ما نريده لكن على الاقل ما امنع المستورد حتى على الاقل هذا يشتغل بكل طاقته مثلا تدري المصانع مالتنا 15% 25% من طاقتها ما جاي تشتغل يعني لو تشتغل بال 100 تدري عندنا استعداد نصدر للخارج اكو استعداد نصدر للخارج لكن اذا اكو دعم اذا دعم ماكو لا والله بالعكس حتى المنتوج مالنا ابو المعمل مثلا يقول لك انا ما مستعد اخسر هالخسائر كلها اشغل عمال وانطيهم هيك بالخالي بلاش هم اقعد حالي واعيش لكن هاي الناس شلون هاي الناس البسطاء شلون اللي يقعد يوم ياثر عليه ياثر على رزقه ياثر على حياته فلهذا السبب احنا ما راح نسكت بدينا من البصره وجينا لبغداد وما راح نسكت نهائيا
اليوم افواج من البطاله يحدث في العراق، ليش؟ لان كل هذا هو اوعزها للارهاب، والارهاب يضرب الضغط العالي، يضرب محطات التوليد ليوقف العمل. نعم الشركات، ليش؟ لان اذا اكو كهرباء اكو عمل، يشتغل الحداد التورنج، تشتغل الورشات العمل، لذلك تمتص هذه الطبقه العامله من الشوارع. لذلك احنا اليوم كعراقيين نرى افواج من البطاله ووزاره العمل لا تنتبه لذلك، مجرد افواج عندنا وتقوم في الرعايه، ومشكور الرعايه اللي هي تعطي الحصه لهم او شبكه الرعايه. لذلك هذا مو علاج شافي استاذ، الخمسين والمية وخمسين ما تقدم شيء، ولكن احنا كعراقيين ننتبه ان كل احنا اصبحنا عطاله بطاله من خلال قرارات الحكومه، والقرارات الحكومه لحد الان ما تصب لصالح الشعب ولا بجيب الشعب. لحد الان ايش قص قرارات صدرت؟ لحد الان هم ياخذون من الرواتب المتقاعدين، حتى هاي الشريحه الضعيفه اخذوا رواتبها. الدوله ما عندها تخطيط منهجي، وزاره العمل، ليش؟ لان تستورد عمال اجانب وتتنافس العمال في الداخل، لذلك تجيبه برواتب ضعيفه وبرقه ورقتين وتدمر العراقي في الداخل. فاحنا شو نقول؟ نقول نمنع هذه الظاهره او استيراد العمال الفلبين او من دول شرق اسيا الضعيفه، هاي الدول اللي ساهمت مساهمه فعليه في تدمير العقليه العراقيه وتدمير العمال في الداخل. فاحنا اصبحنا اليوم كل احنا عاطلين، كل احنا ناس لا نمتلك شيء. احنا نمتلك شركات عراقية، نمتلك شركات عراقية رصينة موجودة، لكن مع الأسف دخل المنتوج المستورد دمر الصناعة العراقية اللي موجودة عندنا. يعني على سبيل المثال عندنا شركة فستقة من أكبر الشركات اللي موجودة بالعراق، وشركة ديفا. هذه الشركات تضم أكثر من 1500 عامل، حاليا راح يصرح بحدود 1300 عامل، بما معناه 1300 عائلة راح تكون بلا مرتب. يعني احنا ما نناشد الحكومه، كافي بعد ان مناشد الحكومه، نناشد الشرفاء من الحكومه ان يضعون حد لهذا الاستيراد وحمايه المنتج الوطني وتطبيق الماده 60 اللي تحمي المنتوج الوطني. فنناشد الشرفاء من الحكومه ان يقفوا وقفه جاده في منع استيراد هذه المواد الغذائيه لانه متوفره داخل البلد. والله اكيد اكو جهات سياسيه مستفاده من هذا الاستيراد، فنأمل أنه أن ينظرون نظرة وطنية للبلد، أنه كل هذه العوائل اللي موجودة راح تشرد بالشارع. فننتظر من الناس الشرفاء أن يقفوا وقفة جادة لمنع استيراد هذه المواد الغذائية التي تدخل البلد. الموجود الصناعة الوطنية اللي موجودة بالبلد هي من أقوى الصناعات اللي موجودة ومن مناشئ عالمية، يعني أكثر المواد الأولية نجيبها من ألمانيا. زين احنا المستورد ما نعرف شنو منتجه، شنو المواد الاوليه مالته، يعني ايضا نخاف على شعبنا، نخاف على بلدنا. نطالب انه ايقاف استيراد اللي موجود اللي ده يدخل للبلد. محصرين على شهاده الايزو، الجوده العالميه، الجوده العالميه ما تنطي شهاده اذا ما تشوف المنتج انه مطابق لضمن المواصفات العالميه. فكل المنتجات اللي موجوده بالبلد هي من ارقى المناشئ اللي موجوده، لكن مع الاسف ده يدخل لنا منتوج رديء وباسعار رديئه، يعني واطيه جدا تنافس المنتوج العراقي، وهذا راح يدمر انتاجنا. توقفت شركات كثيره جدا، يعني بغض النظر عن، يعني انا ذكرت شركه ديفا راح تتوقف، شركه فستق راح تتوقف، اكو شركات اخرى ايضا راح تتوقف. زين فكل العاملين اللي موجودين راح يشردون بالشوارع هذه، وهذه كلها تتحملها الحكومه لان هي السبب في دمار هذا البلد. احنا نطالب بدعم اقتصادي للمصنعات
العراقيه لجميع الشركات، مو شركه واحده، الموجودين من شركه الى معامل. والله هذا فساد، احنا نقول فساد اداري، لازم المسؤولين ينتبهون على هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نطالب الدوله ورئيس الوزراء دكتور عادل لينظر الى الشعب العراقي تعبان، شباب عطاله بطاله، لا شغل لا هاي، كل شيء ماكو، يعني الشعب تعب، يعني شباب عطاله بطاله، لا شغل لا هاي، كل شيء ماكو. والله هاي يعني امور يعني فساديه بالدوله، يعني هم بالدوله المسببين لهذا الفساد. واضح كفيلك الله يبوقون بينا. باقوا الشعب العراقي نهبوه. احنا اليوم جايين من البصره اللي هنا أنا وقفه احتجاجيه بموضوع بما يخص الاستيراد المواد الايس كريم والعصائر من برا. الفقره 60 تنص ان يمنع منعا باتا استيراد المواد وخصوصا العصائر والعصائر والايس كريم والخضروات بما فيه الكراسه الزراعيه. احنا اليوم انا اتكلم وياكم كمدير اداره شركه، مدير افراد، عندنا ما يقارب 750 منتسب، 750 منتسب بدأ يتناقص العدد مالهم من شهر الواحد إلى حد الآن. وصل العدد، إحنا وصل العدد تقريب التوقف عن العمل من ضمن العمال إلى النصف. هذا يشكل عبء أو يشكل راح ينضمون إلى كادر، راح ينضمون إلى البطالة اللي موجودة من الشارع. العمالة حاليا عندي بعد انا اشوفها حاليا على السوق اللي حالي يمكن يتناقص ازيد الى حال توقف المعامل العراقية بالبصرة او بالعراق على وجه الارض. المنتج العراقي مهدد حاليا يعني بالتوقف التام بسبب الاستيراد وبسبب فارق العملة من هناك. نطلب من رئاسة الوزراء، نطلب من رئيس الجمهورية برهم صالح يوضع حد الاستيراد المواد، يعني المواد تجينا من هناك بأبخس ثمن بس ارتراب. انت تريد تعمل وياها منافسة ما تقدر، انت عليك قوانين على كاهلك يمكن تتعبك اكثر من القوانين اللي يجيبها المستورد برال. نطالب من جميع الخيرين ومن جميع يعني المسؤولين ان يحسبون حساب جميع المنتسبين او يحسبون للموظف العراقي او للمواطن العراقي. يعني حاليا جاي يشكل نسبة البطالة بما فيه الكفاية. وحق النادت اخوتها وغرب الحادي، معاملنا نزيها انتاز بنتاجي، واحدنا كلف وهدي ابوه بتيارة هيلاجي. كان تريد شاهد والبصرة علومه، كان تريد شاهد والبصرة علومه، كان تريد والبصرة علومه، كان تريد شاهد والبصرة علومه، كان تريد. ردناها صناعتنا محلية، ويا خير العدنا زايد والعزوبية، ما يصلح مثلها يا العراقية، ما يصلح. وخلي يفزع لنا كان يسولف بالحق، خلي يفزع لنا كان يسولف بالحق. اسولف لك سوالف هاي مضبوطة، الاستيراد سده وافتح معمل الموت. اسولف لك سوالف هاي مضبوطة، الاستيراد سده وافتح معمل الموطة. هذا الحكي كله وهذا مضبوط، احنا العاهدنا والحد نوقف، احنا العاهد والحد نوقف، احنا العاهد والحد نوقف، احنا العاهد والحد نوقف. العراق بشارب الخيرين يا اهل الزود، العراق بشارب الخيرين يا اهل الزود، عليه استمرد وكم طاقي ونمرود. العراق بشارب الخيرين يا اهل الزود، عليه استمرد وكم طاقي ونمرود. نريد اهله القاده واهله بيه جنود، نريد الملعب واحد
كلها توقف برهيد الملعب، كلها توقف برهيد الملعب، كلها توقف عيد الملعب. قبل كانت عزيزة سلعة بلادي، أي زايد خيرنا وهم شابع أولادي، تاهت وانتهى الموضوع ما تعرف عشيها الزايج وحادي، ومدري صاير بيع ضايل حد يتفرهد، تأثير مباشر يؤثر المنتوج المستورد على المحلي، وذلك منتجنا محلي عراقي. شركات الموطة هاي نحكي لك عنها، لازم يصير قانون حماية المنتج، قانون الموازنة ياخذ عليه ضريبة موازنة، فيجي المنتج أرخص، تجي سوقنا ما يتحمل، سوق ضعيف، سوق الماكو، فيصير يعني اقبال على الرخيص. تيجي انت مثل تحسب هذا الكرتون ب 3000 وهذا ب 4، لا تاخذه ب 3، بس منتج العراقي منتج رصين، يعني منتج جوده عاليه. يعني هذا منتجنا، منتج شركتنا، احد الشركات العراقيه، يضاهي الاجنبي، اعلى من الاجنبي مواصفاته، اكثر المعامل الاجنبيه اللي ما رصينه تشتغل، مو تشتغل بالموطه بالسكر، يعني شكر تجيب له وتخلي له، تخلي سكرين، سكرين بيه امراض سرطانيه، لازم يصير سيطره نوعيه عليها، سيطره نوعيه وفحص. فهذا يعني شركاتنا من تشتغل تقضي على البطاله والعمال، هاي شوفها قدامك كلها عمال وسواق وكادر الشركه، من يقف معمله شو يسوي؟ يظل يبطل ويقعد، يباوع على المنتج المستورد، اعلى من جوده المنتوج المحلي. كشركات احنا اعلى من المنتوج المستورد. قرار دوله هذا يجي، قرار دوله، وكل دوله عندها قرار حمايه المنتج مال بلدها. انت اليوم شلون تنهض بالواقع الصناعي غير تشغل عندك معامل شغله وتصير يعني قويه وتنطي منتج للبلد، يظل الفلوس مداوره بالبلد احسن ما تطلع خارج. من تطلع خارج الفلوس انت ما تستفاد من عندها، بس من تظل بالبلد تحرك كل الشغل، تحرك. فوراها يعني الدوله المفروض تباوع بعين الاعتبار بهذا الموضوع. احنا كل الشركات جايين من كل المحافظات، احنا من اربيل، من اسكن البصره جايه، بغداد جايه، اربيل جايه، سيمانيه جايه، حله جايه، شركات هوايه جايه، واكو معامل هوايه بالعراق، بس هاي الشركات الكبيره، واكو معامل صغيره يعني هم. احنا اهل العراق، يجيبونا من الدول بنغلاديش يشتغل، هسه محافظه بغداد موجودين، باقي محلات الاسواق موجودين منتشرين، زين هو السبب الرئيسي من الحكومه يا اخي، زين شركات ما قاعد يسوون، زين فساد اداري موجود 100%، زين والدليل يعني قاعد يوزعونهم محافظه بغداد بالوزراء وباقي الوزراء، زين غير المفروض يخلون العراقيين هم يشتغلون، ليش ينحرف العراقي غير طريق؟ زين نعم، هو عندنا خريجين قاعدين خطيه، هو خريجين وحتى خطيه اشتغلوا يعني يبيعون جقاير، يبيعون ماي، غش، شو يسوي العالم يا اخي شغل؟ زين ليش خلي العراقي احسن ما يطلع عن طريق غير طريق مو زين؟ اول شيء انا خريج كليه اعلام، واحنا يعني خلينا ما نطالب الحكومه بالتعيين هاي، بس احنا نطالبهم يوفرون لنا فرص عمل، يعني اقل شيء نريدهم يشجعون المنتوج الوطني، يرفعون الجمرك على البضاعه المستورده، يعني مو نقول يحاربونها، يرفعون الجمرك حتى ننهض بالواقع الوطني والانتاج الوطني، زين احنا اذا تحسن الانتاج الوطني راح حتى الشباب تلقى فرص عمل، يعني احنا هسه عمال وهاي بجميله يوميتنا 12000، هاي 12000 شو تكفينا؟ بس اذا رفع المنتوج الوطني راح يومياتنا تزيد، ونقول يا الله وان شاء الله ننهض بالوضع الواقع الاقتصادي. والله بسم الله الرحمن الرحيم، ان المنتوج المستورد يعني من النهايه قطع ارزاق العالم،
يعني احنا هنا بالبصرة طلعنا مظاهرات، ما اعرف يعني رئيس الوزراء ما وصلت له مثلا. يعني هاي العالم هاي مو شباب، هاي عوائل، يعني كل فرد يمثل له عائلة كاملة، يمثل له عائلة كاملة. هاي العالم، هاي المعامل كلها وقفت. يعني احنا نطلع مظاهرات، احنا نريد نسد الحدود، وحضرة رئيس الوزراء رايح لي يسوي علاقات ويا الدول البرة، شوفوا لنا حل هنا. يعني احنا طلعنا بالبصرة ماكو حل، هسه احنا جينا لبغداد، فاحنا نناشد دولة رئيس الوزراء بيشوف حل ان هاي العوائل، مو هاي الافراد، هاي كل هاي عوائل وكلها واقفه. يعني صارنا احنا بالبصره صارنا اسبوعين او ثلاثه كلها قاعده، شهر كامل. يعني شنو هاي؟ ما اعرف، يعني ما اعرف شنو. يعني احنا باستطاعتنا احنا نمول العراق، واحنا ان شاء الله اذا اكو دعم نطلع برا، بس احنا مو حتى انت حتى بالعراق هم منعنا. يعني حتى بالعراق توقع احنا بالبصره يطببون علينا من البصره، من ايران وتركيا. بالبصره ما عرفنا احنا نمشي مواطن، يعني ايس كريم ماكو بالبصره ما تمشي، مو بالعراق. يعني احنا محافظات المواسم القبليه كنا نطلع برا، يعني محافظات الباقيه كلها نصدر لها، هسه بالبصره ما نقدر. ليش هاي؟ يعني احنا اليوم شركه في الثقه تقريبا بال 1500 عامل، بين عامل اداري مهندسين، يعني ما اعرف هاي العدد كله يقعد كارثه. يعني احنا اليوم من نطلع مظاهرات بس القبله انه نوقف نحد من ظاهره البطاله، هسه ذا 1500 عامل بمعمل واحد، والمعامل الباقيه هم ما اعرف يعني ايش قد اعدادها. يعني ما اعرف الدوله شلون راح تغطي هاي البطاله. والله مناشدتي للحكومة بأن تنفيذ القانون الذي أصدر، حماية المنتج الوطني، المنتج الوطني حمايته، بس هاي الريدة من حضرة دولة رئيس الوزراء. أنا أحكي وياك، أنا مهندس جودب، بالنسبة للمنتوج المحلي جاي تجينا الصحة وجاي تاخذ عينات وجاي تشوف، يعني مستحيل الدولة ما واصل لأنه الصحة مالته أو الجودة مالته، فهذا الشيء احنا منتهين من عنده. بالنسبة للجودة بالمعامل المحلية، النافس المنتج الجاي يستورد الكل، يعني التركي والإيراني والأردني أنافسه، العراق جاي يصدر وجاي يطلع آيس كريم تنافس البرة. يعني لو أكو دعم من الدولة ممكن احنا نصدر برة، وخل نشوف الدول الباقية انه العراق شنو يطلع من منتجه.